خسرت الصحافة المصرية والعربية قلما نادرا أسهم في تأسيس مدرسة أسلوبية خاصة في الكتابة الصحفية. فقد رحل صباح أمس عدو الجهل والمرأة أنيس منصور عن عمر يناهز 87 عاما. رحم الله كاتبنا العزيز وفقيدنا الغالي الكاتب الكبير الأستاذ أنيس منصور. لقد صلينا صلاة الجنازة اليوم عليه في هذا المسجد، وكلنا عيون دامعة وقلوب ملتاعة ونفوس ضارعة إلى ربها سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا حسنا وأن يغفر له وأن يرحمه، لأنه كان كاتبا عظيما. خسارتنا كبيرة جدا في أستاذنا الكبير أنيس منصور، لأنه كان يعني بعشر ترواح زي ما بيقال، يعني بيتكلم في كل شيء، بيتكلم في الفلسفة اللي هو أساسا درسها، في الصحافة اللي امتهنها اللي مارسها، بيتكلم في السياسة، بيتكلم في الأدب، في الفن، في الاجتماعيات. الراحل ألف للمسرح وترجم للمسرح، ده غالي على مصر كلها، بسط المعلومة السياسية والتاريخية وبسط كل الحقائق بحيث الكل يحب يقرأ عموده اليوم مواقف. يعني كثيرا ما أبدأ قريته من الآخر وأرجع أجيب تاني من الأول وأقرأ العمود تقريبا شبه يومي. كان مثقفا مبسطا للمعلومة، كان يبحث دائما عن الحقيقة وعن الصدق. كلنا بنشعر بالفقدان لكاتب كبير موسوعي له قيمة متعددة الجوانب. أنيس منصور لم يكن مجرد صحفي ولا كاتب ولا مفكر ولا فيلسوف، ولكنه كان هؤلاء جميعا. ففقدانه الحقيقة بيترك أثر عندنا. نهاية عصر، يعني أنا جيلي تربى على ما يكتب أنيس منصور. عندما يرحل أنيس منصور نشعر أن صفحة تطوى من تاريخنا على الإطلاق. برع أنيس منصور في كتابة أدب الرحلات، وله فيه الكثير من الكتب، نذكر منها حول العالم في 200 يوم، كما له كتابات ما وراء الطبيعة كالذين هبطوا من السماء ولعنة الفراعنة. اللهم اغفر سيئاته، اللهم اغفره دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه.